السلام عليكم مشاهدينا الكرام ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع لنقل الواقع والمعاناه اللي موجوده بالشارع العراقي. احنا اليوم ما نتمنى قضيه. انا بالنسبه لي ما اتمنى قضيه وحق الرد مكفول. اي شخص اذا كانت اكو عنده معاناه وعنده مشكله ويحب يطرحها عبر القناه ببرنامجي حيا الله وحياكم الله ويا هلا بيكم. اني قلبي واسع اسمعكم وصوتكم يوصل، واني بخدمه هاي الناس كلها، بخدمه هاي الناس. انا من انزل اليوم للشارع اسمع الكبير واسمع الصغير، اسمع الكبير والصغير، اوصل صوتك. انا دوري اوصل صوتك زين. اذا كانت وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره التربيه، البلديه، الامانه، ما عندي اي مشكله. وانت اليوم من تحكي على اي جهه معينه، حق الرد مكفول للجهه الاخرى. واذا عندك دليل بعد هاي كارثه، هاي تبقى واحده كارثه. السلام عليكم. الله يسعدك حبيبي، شلونك؟ حياك الله. حياكم الله. خيرك اخوي. والله انا اشتداوم بالحشد الشعبي بلواء السادس كتائب جندي الامام، ويا النائب احمد الاسدي هسه صار وزير الرعايه الاجتماعيه. كنا نداوم من 2014 بالفتوى مال السيستاني الله يحفظه، داومنا بسبايكر وبهذا، تعرف ظروف دنيا هذا بطلنا، ردنا نرجع نعود للحشيد، صارت العوده، العالم كلها قامت ترجع. فرجعت قدمت بسبايكر، قدمت بالمدري شنو، يعني افتريت هواي الوحدات اللي تداوم بها. تالي ما تالي قالوا لي روح بالكراده بساحة الواثق المكتب مال احمد الاسدي هناك. رحنا طبيت عليه، لقيت شيوخ عشاير قاعدين يمه ومقابله وتصوير وكاميرات. قلت له اباني هيك شغلتي وارد ارجع. مدير مكتبه سوالي عريضه، قال لي روح اعطيه اياه. رحت اعطيته اياه، وقع عليها ان هذا الجندي يعود للخدمه فورا. الكتاب الامر اللواء ما ادري شنو، رجعت. بس طلعت من الباب الحمايه ماله بالباب، مدير مكتبه اخذ الورقه من عندي، برد اوصلها للواء. ما خلاني اطلع بها. رحت افتريت ما ادري شنو، اروح للحاسبه اسمي مبدلي، سوي لنا حذف واستبدال، يعني ما اخذي، يعني انا عندي شظيه برجلي والله. ولحد الان ما مطلع شظيه برجلي. يعني واكو ولد سولفت وياهم اني بالحشيد، صار سنه وسنتين متعينين، يعني احنا القدامى ليش؟ شنو ذنبنا احنا القدامى؟ جاهدنا وقاتلنا، واحنا جيل التسعينات ترى مظلومين، احنا التسعينات، لا تعيين لا احنا. لا بوقت صدام انظلمنا وهسه انظلمنا، يعني شنو اللي سوينا؟ وكيف لك الله صار 3 سنوات مقدم على الرعايه الاجتماعيه واسمي ما طالع، 3 سنوات صار لي. هسه طبعا على الانترنت يقول مكتوب تحت خط الفقر، زين قاعدين اجار 400، صاحب جهال 2 ومره وجهال وبيت وام. زين خلي شوي يباعون علينا، خلي شوي يباعون على الشباب، بس انا والله جوزاني شاب بيها حيل اشتغل. خلي يباعون على الشباب التعبانه. يعني ما يصير. هسه عمي انا خلي قابلني. انا يمني بحياتي كنت اريد اشوفك. اروح المتنبي ما اشوفه، خلي قابلني احمد الاسدي وزير الرعايه الاجتماعيه، مدير مكتبه يعرفني. قاسم ايش قد رقمك قاسم؟ اسيا 077-02-25-82. زين ايش مدرك هذا اليوم هنا؟ ما شفتك ولد، قالوا لي هنا موجودين بالشيخ. انا ابن المنطقه يعني مو غريب، رحم الله. احنا ولد كفاح، اول ما صارت احنا داومنا بالحشد، قاتلنا سبايكر، سامر، تكريت، بيجي، هاي كلها مناطق طبينا احنا بيها. يعني ليش احنا هسه ابن عمه وابن خاله يتعين؟ هسه واحد منهم سمعته قال لي عندك دفتر تتعين، لو عندي دفتر ارجع عني للحشيد. اشكرك اني رحم الله والديك، رحمه الله والديك. انا اشكرك اخوي رحم الله والديك، ان شاء الله توصل من اشتين. شلونك حياك الله، حياك الله، حياك الله. اقف تجيك، تعال اقف هنا. بس اسمع الولد، انت قلت متى تطلع؟ ها؟ متى تطلع ما يطلع وجهك؟ اسمعك سولف. انا كنت مسجون، اليوم طلعت. زين. تجاره بالبشر داخل السجون المراكز. مناشده الى وزير الداخليه، هاي امانه من اللي جوا مسجونين. زين. باكيت الجقاير هذا الاوسكار ب 500 يطلب لك ب 3000 دينار. دقيقه، انت سجين صار لك ايش قد مسجون؟ صار لي اسبوع يعني. بس اكو قبلي. نعم ببغداد. بيا سجن، انت من اللي تحكي قول لي بيا سجن. تذكر بعد يعني. انت وجهك ما اوقف، حتى وجهك ما يطلع، حفاظا عليك، اوقف لعدل. ما شاء الله. اوقف لعدل، وجهك ما راح يطلع. نعم. ولا اسمك. نعم. زين، بيا سجن. مركز السعدون. اي شنو اللي صار وياك؟ تجي تدخل للسجن. دخلت للسجن، باكيت جيجار ب 3000 يدخل لك هو ب 500 دينار. زين. يجون بالليل عليك، راح يقول لك راح نقلك المركزيه، كاشيه وحده، فراش ماكو، اكل ماكو. سوى اجمعوا منهم كل واحد 100-150 ألف حتى لا ننقلكم. طب قال لما فراشاتكم راح ننقلكم ورا نص ساعه ساعه جمعت كل واحد 150 100
نقله ماكو. ثاني يوم ثالث يوم نفس الحاله. تجيك مواجهه تريد خابر بتليفون ب 10,000 دينار 15 20 25,000. هذا مركز السعدون؟ نعم. زين زين. مناشده هاي الى وزير الداخليه، وانا هسه لا اقدر اشوفه والله احكي هذا الحكي اللي حكيته وياك. زين من اذا 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 تحكي له اي تعرفهم؟ نعم اعرف. اي اعرفهم. اي زين اعرفهم. تجاره بالبشر، عالم جوه، ناس هو متكسر منتهي. أي؟ على شغله بسيطه جايبينه، يعني البارحه جابه واحد كيكه وعصير، مكان واقف جابوه وجو ذبوه جوا. واحد لفه فلافل، رجال كبير. زين. مطعم هو مفتح، تريد بتحاسبه بالمطعم. جابوه رجال كبير ذبوه جوا. لفه فلافل، ودي القاضي وجيبه نايمه ثلاث ايام اربع خمس ايام بعدين افراج، بس هي العمليه تجاره. ماده. يتاجرون بيك، انت جوا، يعني بتنتهي. جوا يلا تطلع برا. شرد من عندك؟ اي نعم. اريدك تخلي رقمك؟ نعم. يم الاخ هنا. اخليه. حتى من يتصلون بيك، نعم. يتصل بيك مكتب الوزير. نعم. انت مسؤول على كلامك. مسؤول على كلامي، نعم. خلي رقمك يم. مسؤول. انت وحدك حلقه. نعم. استاذ خطاب انا بس اريد احكي لحد يقاطعني. راح اجيك، راح اجيك. والله راح اجيك. جاي ينسوني الحكي. دقيقة. يعني الحكي ليش ينسوني؟ بس دقيقة، راح اجيك. تعال امي تعال. لا تسلمي، انا ما اقدر. تعال 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 هسه بدي احكي وياك. تعال 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 تعال. شلونك؟ شو اخبارك؟ انا ما افتهمت انت شلون شفتي بالتليفون بصراحه. لا الحاله مالتك انا وياك صديقك مشترك، يعني احد متابعينك عشاق عثمان في دول عمرك. دا اشوفك انا كلش مهتم بهذا الموضوع. الله يحفظك. الله يخليك. الله يسلمك عيني. الله يخليك. والله انا سوبر فايزر بشركه مواد غذائيه. الحمد لله. شلون شغلك؟ والله الحمد لله اشكر خطاب. زين. اي شغل موجود ومتوفر الحمد لله، بس يعني دنعاني احنا من شغله العمل العماله العراقيه، يعني الشباب العراقيين. يعني تدرب الشاب تجيبه تعلمه تسويه يومين ثلاثه يبطل. زين يعني الشاب يعني مدى يطلع بالخارج يشتغل، بالداخل مدى يشتغل يعني هنا، مدى ينتج، مدى يقدم. طيب ليش انت هنا متوفر لك كل شيء واجواء العمل؟ احنا نحب الشباب يكون عندهم وعي. وعي انه بلده يخدم بلده ويشتغل بلده احسن ما يطلع برا يشتغل ويشتغل يغسل مواعين صحون او غير شيء. بلدك تشتغل وموفر لك كل شيء، وموفر لك يم منزلك يم بيتك. زين اشتغل هنا ببلدك وكون حريص على عملك ومجتهد توصل. زين بس انت يعني مال يومين ثلاثه اربعه دربه تعلم يدير وجهه ويروح. زين فنحب يعني في الموضوع تطرق بيت هذا. زين في دول عمرك. الله يحفظك. انا كتبت لي مسج اليوم قول لي انا شخص سوبر فايزر سويت لك لقاء. ماشي وان شاء الله تامر عمرك في دول عمرك. هسه راح اذك راح ارد على عثمان. رد على ماشي حبيبي في دول عمرك. عيني حبيبي انا قلت لك وحدك حخليك هسه براحتك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اريد اناشد مدير الرعايه. انا رجال معوق، لا عندي معاين ولا عندي واحد يعني يقول يساعدني. ايش بيك خيرك؟ انا صوبت بكهرباء. الكهرباء؟ اي نعم. ها وانا عندي اصابه ببطني وعندي هذا تمام. ها واحد يقول يحكي الواقعيه صح لو لا؟ صح. انا رجاله ابي احسم سميه بالتقاطع كلها تدربيه والحمد لله وشكر. ما ان شاء الله ما ادنق على بنادم اقول له طيني. ما طول عندي هاي معوقه عندي هاي تشتغل الف الحمد لله وشكر. ها اني هسه قالوا ممنوع واحد يبيع بالنهار سمسميه على عين وراسي. ها انا قاعد اطلع ورا الفطور وقاعد يمنعونه وقاعد يضربونه وقاعد ياخذونه وقاعد غرامات علينا. شو تسوي؟ انا قاعد ابيع سمسميه بتبوك انت؟ لا حتى يا ابوك ما يركضون وراي. غير احكي لك الصراحه هسه اشتغل بالحلال ما حد يريدني. ها وانا اناشد مدير الرعايه. انا رجال معوق وهي اصابتي. خل ابين لك هاي اصابتي. ها انا اريد راتب، يعني نقول راتب رعايه، وان شاء الله يعتبرون اخوكم الصغير. ها وانا ما عندي معين. احكي لك الصراحه. انت وين ساكن؟ انا بالعلاوه ورا السينما. من المعين للعائله؟ انا والدي متوفي واني لامي وعندي خواتي اثنين واخويا متزوج وطالع. واخوكم ما يعينكم انت؟ لا يعين عائلته ما يقدر يعين غير. يعني انت المعين لوالدتك وبنات اثنين؟ اي. وقاعدين ايجار لهم؟ لا ايجار والله 500 والله. وهذا يريدون خلي يجون يشوفون ويشوفون حالتي والحمد لله وشكرا. وانا ما مخلي اهلي بجوع الف الحمد لله وشكرا. شو تريد؟ اطلب من الناس. انا اطلب من الناس الخير. اريد راتب رعايه. انا رجال اقول ما عندي احد. احكي لك الصراحه ما عندي احد. تبشر في دورك. لك الناس الخيره موجوده. الناس اللي عندها راح توقف وياك في دورك انا وتساعدك. وان شاء الله اتمنى نتمنى من احمد الاسدي انه
يباوع على حالك موضوع الرعايه. والله اتمنى من الحكومه يا رب. والله اتمنى وعده احالي كامله والله العظيم وحق هذا الله اللي شفته اصابتك. انا مو هينه ورجلي معوقه وقاعد ابيع سمسميه وما يخلوني، يعني شو اصير؟ بس اريد اعرف واحد يطلع يبوق لا يحاربوه ولا يجوا ولا يوصلوله. شايف احنا نشتغل بالحلال قاعد يجونه ها، ونقول احنا الحمد لله والشكر ما طول الله يباوع علينا وان شاء الله تبين حوبتنا. الله انت عندك تليفون؟ عندي تليفون. شو اسمك انت؟ سجاد. سجاد خلي رقمك يما يم الاخ صار. اسمك الكامل وحالتك شنية صار ماشي قبل تروح. احنا اليوم الناشد من الناس الخيرة واللي عندها امكانية ومن تجار العراق زين ومن الحكومة ومن الرعاية، انه هذا الولد شفتوا بطنه وايده وايده اللوخ مشوهة ورجله وهو معين لامه وخوات اثنين وقاعد يجرب 500، يقول لك اني اطلع ابيع سمسميه يجون ياخذوني ويعتقلوني. ليش؟ هو لا ادري كاتل دي يبيع كريستال دي يبيع مخدرات والله باعين جواله وذا ايش يسوي؟ وين يروح؟ وين يروح؟ ايش يسوي اذا ماكو فرص عمل؟ وين هو معوق الرجال معوق ما يقدر يشتغل. ايد وحده يعني تعينه ايد وحده اللي يقدر يساعده رقمه يمنه وتواصلوا ويانا وبيكم البركة إن شاء الله بيكم بركة. السؤال راح من الوالدة قبل شهر يمكن شهر لو أقل الشهر جاء صورت بالفضوة فضوة عرب أي جاء صورت شكينا لك على الدراجات وحكينا لك على هاي مولدات بعدين قدام عينك ما مشي ولاد والازدحام ما يصرف لك علي. بس هسه اللي صار عندنا صار انه بعافوا الكمش بالشارع يعني امكم شوك بالشارع قام يجي على الدراجات قام يجي طب ببطن المحل جوا ياخذ الدراجه ويطلع ببطن المحل. اي والله العظيم تعال اسال الشارع من الطول للطول. زين كم انا رقمي خليته يمكم عادل ليش ما خابرت عادل المحل بصفق ذو دراجتين ليش ما خابرتوني؟ يعني والله ما ادري يعني بوقت رقمي خليته حرنا بدراجاتنا يعني هسه انا عارض اربع دراجات احير يعني خابرك يعني استاذ احير بالحلال مالتي. اوكي انتم شفتوا هاي الحاله وراحت دراجاتكم زين انتم غير حتى توصلون صوتكم الى مكتب وزير الداخليه. هسه ناس ضرب ترى هسه ناس يضربون امير المرور يضرب والله والله قام يضرب هنا اكو رجال هنا يوقف يضرب والله هم. ليش يضرب؟ ليش يضرب؟ يقول لك انزل مرتين ثلاثه يدافعون وياك من راح يدفعك ترى نفرز الدفعه راح يضربك والله. يعني هسه احنا انا اقول لك هسه انا حتى ما حد عرفته والله دامه ما يحتاج والله العظيم. شلت يعني ما عندك انت؟ اخذ رقمي اعطيني تليفونك لحطك رقمي اطلعوا انتوا كلكم انا بخدمتكم باجيكم وتتدللون وشوف شنو قضيتكم بخدمتكم شو وحاضر واحد ولا اثنين فوق ال 50 واحد انا حاضر اجيكم وتتدللون ما يكون خاطركم الا طيب وان شاء الله صوتكم يوصل على هاي الحاله اللي قاعد هذا حطك رقمي هاي خابر هسه اي شيء هاي هذا رقم هذا رقمي يكتب عليه خطابي واتساب كل الامور يا بابا جزاك الله خير. هالشغله قول حجي مطلعين هذا الهويه مالي هذا هذا الموديل الجديد مالي الفلوس هاي القناذر اللي مطلع الوزير مالي الحكومه اي حجي ما تبوا البنزين ما تبوا البنزين اي الا على الكيكار اي احنا ما يضرب لنا هاي انت انت بنزين محسن تخلي له لا عادي عادي ما له دخل لا قالوا هم منا انا هم قاعد هم حكوها هي حجي هي نفس الشيء لا غالي يعني اروح اعطي 300,000 دينار شنو؟ اروح هناك اخلي امانه 300 من اروح للبنزينخانه احنا عايشين يوم بيوم دقيقه دقيقه حتى بسط لك اياها ايه انت ما راح تخلي لا امانه ولا فلوس بالمزرعه بس اسمعني ايه؟ البنزين غير ايه؟ هو مجرد اي محل ابو كي كارد ايه؟ ماستر كارد ايه؟ سويتش ايه؟ بلاش مجرد تشتري البطاقه بس خلاص فهمك حد بس اي اي فهمني فهمني تشتري البطاقه ايه؟ ايه؟ وانت من فوق البنزين تعطي كاش صح ايه؟ انا اريد امطي كاش يقول لك بعد كاش ماكو هاي الفلوس انت ايه؟ تخليها بالبطاقه ايه؟ ومن تروح تفول ايه؟ تعطي البطاقه ايه؟ سحب فلوس البنزين يقول لك يعني يقول لك على مذهب تدفع فلوس خالي لا ماكو 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 هيك اي بنزين خانه موجوده كابينه ايه؟ بس مجرد الجنسيه مالتك ايه؟ تعطيك البطاقه زين انا قطع عقلي درت ب 5000 بل بين بل عادي 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 حجي وهذا ما شاء الله الحزام بالصدر اليوم واحد صعد وياه قال لي ما اجد حزام أنا مريض هذا والله من جاي طلعوا قال هون العالم عمي لا اقول لك حكايه لا باقي على ذاك الحكومه ما صدام اشرف من عندهم وهذا صوره وصوت لا احكي وما اخاف بس من الله زين لا باقي على صدام اشرف من عندهم من كبيرهم الى صغيرهم قول لنا اذا واحد
اذا واحد يجي يحكي خليه يجي وراي يحكي وياي لا خلي راسه جوا التاير زين زين اشرف من عندهم وعبد لي الجنسيه شنو بياني انا باشر عقب اشتري سياره منين اروح ادور على هذا اللي يبيع لي السياره منو اعرف بطاقه السكن شنو المفارطه تتهنوني شعب صدام كان ملاي شعب بالجيش مواليد 58 اني 11 سنه وشويه لابس اعطيت مكلف بس اشرف من عندهم زين والعنده يشوف بالدوله هنا واقف وكيل عندهم انا هسه اعطي من الجراج اطلع سيارتي اوقف قدامي يلا انا دائما ما القي صحافه القي هذا احكي بس انت لا تقطع خطيه برقبتك امانه برقبتك يمكن انت ما تدري حد يمكن يعرفون اعرفك انا اعرفك شايفك دائما بالتلفزيون الله يخليك بس انا ايش اقول لك صدام اشرف من عندهم ما طلع لنا الدوالغ ما جاب لنا ايش افلام ما طببنا فيك مع معه وعبد بالبطاقه وراح الزم تزرها وش وقت تطلع على هذا انت تيجي تاخذ من عندي 60,000 دينار ما شارع وين يا شارع انا بعسري صعد على محمد القاسم وصل لي هنا زين تعال شد لي حزام يا حزام انا وين بخارج القطور شارع صابون وحلو يا غالي خلي يجوزون من السوالف صوتك ان شاء الله يوصل زين وبحيل الله الشعب بيهم حيل والشعب موجودين راح تقوم غير قبع عليهم هذا خليه بعلمك خطاب حياك الله وقف لي حيا الله الكادر وحياك الله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اذا رايت قدرتك على الناس فتذكر قدره الله عليك ترضاها ابنك يا عراق البنغلاديش يخلونه هو الملاج وهو ابو المطعم والعراقي يردونه يشتغل جوا اوقف يمي حتى تقدر تسولف براحتك صدام حسين صح جوعنا بس شبعنا كرامه هسه انا احس ما عندي كرامه بالعراق ترضاها ابنك يا عراق شبر شبر على الرصيف ما يطونه والبنغلاديش يحكم والافغاني يحكم هنا أنا مخلينا ملاك ويريدون العراقي يشتغل جوا وانا يجون يصحون علي لاشتغل بشرفي صور العربانه انا تبع قنابل اليوم يراقضين وراي يردون عركه قوه يردون عركه انا 12 سنه بالسجن وجاي اشتغل بشرفي انا انهاريت ما عندي وطن ما عندي عراق وهذا البخت هذا مو مرقد وهذا البخت انا ما عندي وطن عمان انهاريت خلي يقتلوني وفضوها يعني شو اشتغل انا قلوني انا شو اشتغل يعني يردوني ابوق اطلع من طوري يا عمي بالعباس اذا اطلع من طوري ما حد يكذني والله بالحسين ما حد يكذني ترضاها ابنك يا عراق يردون اشتغل جوا بنغلاديش يعني احنا الشعب احنا الفقره ما حد لنا كفيلك الله ما حد لنا يعني هسه وين ما اروح انا اروح هناك يلا روح يجيك يعاملك انت شلون مثلا بوذي او انت مو عراقي او انت مو عراقي عمي ترى الله كبير كن من تكون الامام عليه السلام يقول فانك من تراب انت شو تريد تصير باكر عقبه تموت والله تلقاه هناك يقول يا دنيا تغريني غري غيري اني طلقتك بالثلاث طلاق دائم لا رجعت فيه هسه يا اللي جي صار له خلاله نجمه وظل يمضرط على راسه انا اخوك عراقي انت من تجي تهني لا انا ما انهان تريد تقتلني اقتلني وفضه وخله ولي هسه والله العظيم بالقران اطلع الصبح بلديه عمي ذاك اليوم دعموني بشارع اللي شو اسمه السنك وارجع الكاميرات مالت كم يوم خاف انا هسه يقولون كذاب ارجع الكاميرات البيكم الحمراء دعمتني وجاي تهدد بس هي اللي خلاها هو اللي ياخذها كفيلك الله انا بالنسبه لي روحي ما اريد عمي بعد انا انهارت كفيلك الله انا ما جاي منين جاي عم انا عراقي بن عراقي انا عراقي بن عراقي ما تردونا اللي ورا الولد حيوقع على المصور ما تردونا على الرصيف سوونا صوره حل يلا سوونا صوره حل وين نولي شناكل بوق شو نسوي يلا قلولي شو نسوي استاذ خطاب رحم الوالديك
والله عم تحجون حقكم. يعني شو تسوي؟ يا اخي الكناس هسه ذاك اليوم يعني هسه الكناس على راسي، البلديه على راسي، على راسي، الشريف على راسي، والله ذاك اليوم دفع علي هذا الولد يقول لي يلا روح منا، جا احنا مو نجمع لكم فلوس ونعطيكم الاف، ما تقولون مال الزباله، جا حتى تنوب علي، حتى علي يدفعونه يدفعون الفقير خطيه على مود تصير بوجهه. لا حبيبي احنا نعرف كل شيء، نعرف كفيلك الله، ياخذون فلوس بالقران البلديه تاخذ فلوس، وهي الخربت الخربت البنايات مال العراق، كل من يبني له بنايه ويطلع تجاوز متره ويجون علينا احنا على العرباين، علينا احنا العرباين، وين نولي؟ ايجارات منين نجيب؟ تمام يلا قولوا لي. تمام الله يكون بالعون، انا ما اريدك تنهار اكثر. طبعا مشاهدينا الكرام، ما دام نقول حق الرد مكفول الى الجهات المختصه بهذا الموضوع، لكن احنا ما نتمنى قضيه المواطن هو الى حق الكلام واللي يريد يحكي. احنا اليوم من نقدر نكمش هاي الشباب والناس كبار السن وصغار السن، لا كلها ناس منهاره بسبب الاوضاع، وانا تشوفوني ساكت واسمع ولكم حق الرد بهذا الموضوع. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد احنا اليوم بخدمه هاي الناس لنقل معاناتها والمشاكل الموجوده بالشارع، وانا نازل اليوم بخدمتكم حتى انقل صوتكم الى الجهات المختصه والجهات المعنيه بهذا الموضوع. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون ابو غريب؟ حياك الله. والله ابو غريب وضع مخزي يعني. من بدايتها لنهايتها؟ من بدايتها لنهايتها. يعني الزيتون؟ من الزيتون لما توصل للحصوه. زين شبيها؟ ماكو خدمات، ماكو. هذا الشارع اللي الرئيس الشارع العام اللي التبليط هو اللي مدي من الحصوه لابو غريب القديم. زين. انحفر الجانبين على اساس انه راح يسوون اضافه ثلاث سايدات. زين. هسه تحفر الشارع والحوادث يمكن بالاسبوع حادث حادثين، ثلاث حوادث، ضحايا جات روح، ما حد جاي يشتغل بالصوره الصحيحه، يعني خدمات الى ابعد الحدود. ها ابو غريب كم نائب بيها؟ كلمه حق تقال استاذ، انت مو قلت لي حرجتني هسه. انا بالنسبه لي الاستاذ النائب محمود القيسي انا ما شايفه اصلا بابو غريب. زين. انا الوحيد اللي شفناه واللي شفته بعيني، لان باكر محاسبه امام الله. زين. النائب كريم ابو سعد الوحيد اللي جاي يشتغل بالقضاء، بس هو ايد وحده ما تصفق. اكيد. وش يصير هو النائب كريم ابو سعد؟ ايش يصير؟ جاي يعني يقاتل قتال لابو غريب، وحتى باللقاءات انت شايفه بالبرامج شلون ابو غريب وابو غريب منطقتي، وهو فعلا ساكن بابو غريب، ما تحول من ابو غريب، يعني ظل قاعد بابو غريب، جاي راجع بدوار الدوله، بس بلديه تعبانه، قايم مقاميه تعبانه، شغلها بابو غريب، خدمات ذيك مناطقنا، الضحك على الزباله على عين زبل، على عين زباله، بلديه ما تشتغل، ما حد يشتغل بصوره صحيحه، ماكو شغل، اي شغل بصوره صحيحه ماكو. انا مرات اجي يم السوق اشوف السوق والمصاخ والجلد مال لحم والروس مال الدجاج، يعني ماكو هاي مو مسؤوليه الدوله، هاي مسؤوليه مواطن. الف رحمه لوالديك استاذ. انا يعني هسه هذا المواطن ادري من جابها كومه، غير اكو بلديه تشيلها، غير اكو متابعه، هذول هالمحلات غير تتابعهم دوائر الدوله البلديه، ماكو متابعه، ماكو متابعه، اكو فلوس متابعه ما ادري. لعب من تجي البلديه تشيلهم يقومون يحجون قطعوا رزقنا. زين تجد تذب هذا الاكل والوساخه والقذاره بالشارع استاذ الله يخليك. من ذب اللوم بس على الحكومه، نذب اللوم هم على المواطن. اكيد اكيد اكيد، بس هو المواطن لازم يتحاسب، اذا ما حاسبت الحكومه العد من يحاسبه؟ انا حاسبه. صح. انا حاسبه، يعني انا من اجل السوق اشوف الوضعيه، من اشوف هذا الطريق القديم لو باقي على القديم مو احسن له لمن نحفر هسه؟ ليش هسه كل اسبوع ثلاث حوادث اربع حوادث؟ قبل فتره راحوا شباب اثنين، قبلها عائله كامله راحت، ليش هاي؟ لو باقينا على حطة الأولية ولا رايدينها للتوسعة هاي مالت؟ مو قلت لك أنا ماكو أحد يشتغل، فأنت من قلت للنواب إحنا ما شفنا أحد يشتغل، شفنا كريم أبو سودة دا يشتغل وهذا، بس ماكو إيد وحدة ما تصفق، واحد ما يقدر، يعني واحد هو وحدة ما يقدر، لازم إيه. إن شاء الله خير. نسأل الله التوفيق للجميع. آمين. بارك الله بكم. بارك الله بكم ونشكركم. حياك الله. حياك الله. حياك الله. أنا بصراحة أنت قلت لي أنا طبعا نشدتك على والله انا يعني الاف قاعد تجي، مئات يجون يكتبوا لي، فيعني هسه الصدفه طبعا الله شاهد، مريت قلت امانه الله الا احكي لك خادم. موضوع الدراجات انت من فتحت وتريد من عندي رقم على راسي دوله وما يخالف، سوي الرقم ب 150 الف
والله كلها ترقم. هاي فقرة. فقرة ثانية هسه تصير ملاحظة، طبعا قبل هاي الفقرة صارت انحزت عندي دراجة وين على ابو نواس، بس خلى خدمك بشغله، بس خلى خدمك بشغله، انحجزت اوف انا احكي لك بمكانه هسه، بس اسمعك لو اسمعك بلا زين اسمعك لو اسمعك، خلى خدمك بشغله باوع، حجزت على عيني وعلى راسي، قالوا يا بي اروح للحسينيه، رحت للحسينيه ثاني يوم الله شاهد، وكتبوا رسوله وهذا شهر رمضان ودعت هذا، رحت انا يعني دراجتي كل شيء ما بيها جديده، اروح القي لك الدراجه وبايقين العقل وبايقين السويش كاسريه، يعني رساله امانه الله توصل لكون العميد هذا زياد القيسي اللي هو حيدر عمي، كفيلك محمد، كفيلك القران دي يصير بوك، وهاي خلي الناس كلها تشرد الدراجه الطوب للحسينيه بعد ماكو تطلع مفرهده، لو تتحصل الستيرن لو ما تحصله، والله 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 هاي فقره. هسه انت من تقول لي اريد رقم ما يخالف، سهر امر العالم، سوي الرقم 150، افتح لوحات، انت مو تجي حجز، لا مو حجز انما استاذي العزيز بوق، انا احكي لك هيك ما اخاف اني بوق، عمي كفيلك الله، المنتسبين اللي بالحسينيه عمي كفيلك الله، والله كلهم بالليل دا يفرهدون الدراجات مال العالم، واني يعني مو بس انا اقول الوادم كلها تشهد، بس الناس تخاف تحكي، انا احكي لك واقع حال. يعني موضوع الثاني هسه انت هاي الوضعيه راضي بيها؟ يعني انت من جيت قرضت خمسه جيال استاذ، وين نروح؟ يعني انت التسعين والواحد التسعين 92 93 93 انت قبل جيت عين انت بالالفينات ليش؟ يعني خاف يزعلون علي البقيه. احنا كنا عوائل كفيلك محمد كل اكثريه العراقيين يعانون من سالفه ما حد ما حاكي بيها، سالفه الايجار. يعني انا ببلدي وقاعد ايجار، شلون وين اروح بعد؟ وتحياتي لك استاذي العزيز. حياك الله حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام تشوفون انه هاي الناس اللي قاعد تنهار وقاعد تحكي معاناتها، واني يعني بدوري انه اوصل صوتهم. اني اوصل صوت الناس ويشوف موضوع الدراجات، موضوع الدراجات لحد هسه ماكو الى اي حل. هذا مو كلامي، كلام الناس يقول لك الدراجات قاعد منها تروح تتقمرق بهذا المصطلح، وتروح الى المطار تطلع، لو تطلع الدراجه لو ما تطلع لو تنباع مزادات تنباع. زين ليش الدراجات هاي اللي قاعد تاخذوها لو تطهم اياه وتكتبون عليهم تعهد انه بعد ما تطلع على تترقم وهالامور، لو سدون الحدود وبعد ما تدخل لا التكاتك ولا الدراجات، وفضوا هاي السالفه. يعني مشكله الشعب لسه على حد هسه الشباب التكتك والدراجه، تكتك والدراجه اقطعوها خلاص، لو شيلوها كلها وخلاص خلي الناس هاي بعد ماكو لا تكتك ولا دراجه. هو مو مجبور خطير يروح يشتري دراجه بمليون او ب 800 ويجون ياخذون دراجه وهو رزقه عليها؟ يوميه قرارات شكل، يوميه قرارات شكل، ما يصير هيجي. هسه يقول لك هنا بفضوه عرب، هنا فضوه عرب، هنا اصحاب المحلات يبيعون دراجات وتصليح الدراجات يقول لك قام يطبوننا للمحلات، احنا باعين نبيع دراجات ما طالعين بيها، ما يطلعون بيها، احنا نبيع دراجات، يطبون ياخذون من عندنا خاوه دراجتين وثلاثه ياخذون ويطلعون. زين ليش هاي تبقى هاي القضية؟ ونتمنى حق الرد مكفول إلى وزير الداخلية المحترم أن يحل هاي القضية. تفضل. هم موضوع دراجات. اي والله بالعباس وين نروح؟ اي والله كلنا دراجات. او احنا لو حبيبي خليك بس احنا لو عندنا نشتري ما نشتري، كل من سياره وفضت وراحت. انا مرقم عندي دراجه بالعباس ابو فاضل اول البارحه بشارع فلسطين جوا الجسر مال بيروت قبال الله يصالح وانا اريده. جاي امشي مرقم ابو المرور انه ذول العقود فوقها جو، احنا كيفنا لكم وسعينا لكم بالخير. ابو المرور اشر هيك باللاسلكي لابو النجده همين العقود وخلى يركض وراي وخلاني بالفروع اركض. يعني هاي صارت ركضه مو هيك، يعني قلت ترقيم رقمنا. انت مرقمها وجزم سنوي؟ مرقمها والله كامل. قلت ترقيم رقمنا والشباب الباقي اللي ما مرقمه سديتوا ترقيم، يعني ايش تردون بعد؟ شو نسوي؟ وين نروح؟ والله العظيم يعني حرنا بالعباس ابو فاضل، حرنا ما يصير هيك. قلونا شو نسوي؟ اي والله استاذنا العزيز، انا طبعا اولا
من منبركم هذا احب اشكركم على تواصلكم ويا العالم. وثاني شغله انا مناشدتي تختلف، احنا اخوانكم الحشد الشعبي، احنا من 2014 لحد الان نقاتل، لحد الان احنا كمقاتلين عقود، كل 3 أشهر تتجدد عقودنا. انا بدي احكي وياك اخوك جريح بالحشد الشعبي، احنا نطالب من رئيس الوزراء ومن منبركم الشريف هذا ان يوصل صوتنا لمحمد الشياع السوداني المحترم ان يسكر رواتبنا اسوه باخوتنا في الدفاع والداخليه. طبعا احنا اخوتكم كلش تعبنا وعانينا الامرين، ولحد الان احنا عقود تتجدد، يعني كل 3 أشهر احنا تتجدد عقودنا من الدوله. قد راتبكم؟ احنا هسه راتبنا خير من الله، ما نقول احنا راتبنا بي شيء، بس احنا نريد ضمان حقوقنا انه بيت تثبيت حالنا حال الدفاع والداخليه. زين اسوه بيهم، احنا هم اخوتهم وهم قاتلنا وهم دافعنا عن الوطن وهم عندنا اوسمه شرف من المعارك يعني. زين فأتمنى منكم ومن منبركم هذا يا صاصتنا رئيس الوزراء المحترم ان يسكن رواتب الحشد الشعبي. وانا شكرا يعني جزيل الشكر لك، اشكرك، رحم الله والديك حبيبي، ممنون. تعالي انت شو اسمك؟ آية. ها؟ آية. آية شو تشتغلين انت؟ جدي. ها؟ جدي. جدين؟ ايه. سورية؟ ايه. وين بيتكم؟ وين ساكنة؟ الفضل. خالي اقدر بس انحني؟ وين بيتكم انت؟ الفضل. بالفضل؟ ايش قد هنا انت؟ بعدني ما محصل السنة. زين، انت يومين هنا؟ بس انا بس مرت ابوي وابوي يشتغل الساعه 6 ابوي بيجي. شو يشتغل ابوك؟ بالسيراميك. بالسيراميك. زين انت من يقول ايش طلعت جدي؟ مرت ابوك لو ابوك لو انت من كيفك؟ لا هيك عشان بدي طعم اخواتي كمان مرت كلها تنام طعم بعض. زين ابوك يدري جدي؟ ايه. زين شو يقول لك ابوك؟ ما يقول لي كل شيء. ما يقول. امك؟ أمي سوريا. أمك بسوريا؟ إيه. مرت أبوك قصدي شو تقول لك؟ ما تقول شيء يعني شو تقول؟ زين أنت ليش أنت هنا تدرسين؟ عندك تروحين بالمدرسة؟ ما تروحين؟ حلو هذا موضوع إن جدين حابة هذا الشيء أنت؟ أوفي أنت حابة هذا الشيء؟ شو بدنا نسوي يا عم؟ شو بدنا نسوي؟ ليش ترجعون لسوريا؟ بتقدرون ترجعون لسوريا؟ ما ادري. ها؟ ما ادري بس ستي انا بسوريا وجدي مات بسوريا. وجدي هم بسوريا؟ جدي انا. اه جدك مات بسوريا. زين. زين انت حلوه حبابه بعدك صغيره. زين هاي الشغله ما حلوه. عمو اذا انا بالمدرسه كيف بدنا نطعم اخواتي؟ كم انا بنتين يعني انا واختي صغيره ما عمرها 3 شهور واخوي عمره 5 سنين واثنين كبار مو كبار يعني كيف تقول لك وانتوا كلكم طلعون جدون؟ لا مو كنا. لا بس انت؟ بس انا ومرت ابوي واخوي سيف قد هاد الولد. زين اني اقول لك انه بعد تطلعين جدين ما يخالف، روح يقولي لأبوش قولي بابا أنا بنية ما يصير أطلع على جدي أخاف أنضرب يخطفوني يقتلوني. زين صح لو لا؟ صح بس أنا عطول يوم أمي مرت أبوي. ما يخالف حبيبتي أنت بنية، روحي أرجع للبيت وقعدي لا تطلعين، روحي قولي لأبوش قولي بابا لا تطلعني ما أريد أطلع على جدي أنا. زين تريد روح حتى أنت تطلع جدي هيك قولي له انت روح اشتغل روح جد اشتري سوي انت غصبا عليك تعيشنا مو انت بهذا عمرك حبيبتي بعدك صغيره بابا انت ما يصير تطلعين خاف على روحك. تعرف لغه تركيه من الاستاذ؟ تعرف اللغه التركيه صدق؟ عشت بتركيه 10 سنوات. شو تريد تحكي قول لها؟ يعني انت اللغه التركيه كلها مو كلها؟ لا يعني بس تعرف وايد. زين هسه انا اريد اسوي سؤال واردي اريدك انت تناشدين يعني الطلبين من الناس باللغة التركية انه يساعدوك حتى بعد ما تطلعين جدين. احكي لي اياها بالتركي واحكي لي اياها بالسوري لغتك. يعني شو بدي احكي لك؟ احكي لي تركي انت طلبي من الناس انه يوقفون وياك. وين تريدين مدرسة؟ تريدين مأوى لك؟ انا ما انا ما احكي هيك بتركيا. ها هيك ما نعرف هيك. لا شلون تعرفين؟ تعرفين هالشيء؟ يعني بالكيفك و تمام انا ما ادري عليك بس هسه وانت انت تشتغلين انت سوريه؟ لا
لا انا عراقيه. وش تطلعين انت؟ جدتي والله. ها؟ جدتي. هم جدين؟ ما شاء الله. زين، وانت وين ساكنه؟ وانت هم حبيبتي هم جدين؟ انت شنو؟ هم جدين؟ انت وين ساكنين؟ شنو؟ انت وين ساكنين؟ باربين. ها؟ باربين. اربيل؟ وجابك هنا؟ جدتي. جدتي. جدتي من اربيل هنا جدين؟ انت يوم من جيتي؟ انا وابويا ومرت ابويا وامي واخواتي. انت وابوك ومرت ابوك وامك ومرت ابوك وامك عايشين سوا؟ ابوك شو يشتغل؟ ابويا مريض عنده سكر. عنده سكر. وين ساكنين انتوا هسه هسه وين؟ بالبيت. بالبيت. بالكفاح هنا قاعدين؟ ايه. هنا ساكنين. يلا يلا ارجع للبيت حبيبتي، ارجعوا للبيت. ارجعوا للبيت. طبعا مشاهدينا الكرام اكيد احنا بعدنا مستمرين وياكم واكيد لنقل القضايا والمشاكل اللي موجوده بالشارع العراقي، لكن انا اتفاجئ بشغله انه حتى هاي البنيه طفله حلوه مثل الورد، اذا كانوا سوريه او عراقيه او اي شيء، تطلع جدي انت ابوها، انت قاعد تقول لك انت تشتغل بالسيراميك، تقولها طلعي جدي، يعني ما يصير والله العظيم ما يصير هيجي. انتوا جيتوا من سوريا واحداث سوريا اللي كنا احنا بوقت الطائفيه طلعنا السورية، صح لو لا هذا الكلام؟ بالطائفيه طلعنا السورية احنا، زين؟ ورحبتوا بينا وانتم مرحبين بكم وهذا بلدكم الثاني. لكن هاي طفله احنا ما نعرف شو يصير بالشارع. الشارع كل شيء بيه. والله الشارع كل شيء بيه. هاي الطفله ما تعرفون شو يسووا لها. انت يا اب يا أب ويا أم، مو بس إذا كانوا سوريا، حتى هالعراقية هم كذلك. عراقية تقوم تجدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى قناتكم الموقرة. عندي فد ملحوظة صغيرة على قناة العراقية الرياضية، المباريات من تنقل تتأرشف لو ما تتأرشف؟ هاي تتأرشف. ابني عنده 3 مباريات بالقوة الجوية، إذا سفره برا لين بالعراق كل شيء ماكو. ابنك شنو؟ يلعب بالجوية. زين. بس اريد اطلع برا لان عماد محمد ما استقبله. اختبر يمه. ليش ما استقبل عماد محمد؟ اختبر يمه ونجح بسبع اختبارات عدة. زين. خلاه بالجروب، احنا نخابر عليك عود من نحتاج لاعب. وهو افضل من اللي عده هسه. هسه عماد خليه يواجهني. ويلعب تك يسرى وشبه يسرى وتك يمنى وشبه يمنى ويلعب بالنص. زين. ليش ما اخذه ما اعرف. قابلت عماد محمد؟ لا ما قابلته، عماد محمد ما يتحكى، بعدين رحت العراقيه الرياضيه، جاب عده 3 مباريات ضد النفط منقوله وضد شباب الوطن وضد الزوراء وثلاثه مقول بيهن، من رحت يقولوا لي قاعد على الارشيف ما مارشفهن، ليش هذا مظلوم؟ يعني ذاك اليوم محمود حسين همينه اجى كان يلعب بالشرطه اللاعب السابق سحوله مارادونا العراق، هم شفته بالاتحاد هناك، قلت له ها كابتن؟ قال والله يقول الارشيف مالتك ماكو. على مارادونا العراقي يصيحوا له ارشيفك ماكو؟ لعد ما كان يلعب. وانا ابني واحسن موسم 21 22 ما مصوريهن بس ماكو بالارشيف. وصيت ولد دوره وعليهن يقول اللي كان قاعد بالارشيف ما مارشفن، يعني حق ابني يضيع هيك بلاش ليش؟ انا محمد ابو حسين. ابنك شو اسمه؟ حسين محمد. حسين محمد؟ ايه. بالجوية حسين محمد. عماد محمد ما استقبله. ما استقبله. اختبر ويا قلت لك من ضمن ذول اللي لعبوا هسه. زين. يعني ما اعرف شو اقول لك، فرهم فر كلهم، هاي ما صاحه كل ساعه يقول لك تنزع علي لك ابقى، واستعرض عليهم وسوى جول ونزلوا، ليش ما سحبه ما اعرف، خلاه بالجروب من نحتاج واحد اسحبك ليش؟ يعني اللي هم اللي قدموه ما يقدم، هو ابني ما يقدم مثله، مو شايف ابني هو. ايش قد رقمك حجي؟ اني 0770 6 2 6 8 1 7. خير ان شاء الله، بلكي الله. اي فدوى اروح لك، فدوى اروح لك. نقول بلكي الله، انا هاي هذا عمري كليته قضيته ويا ابني من هو بالبراعم لحد ما صار بالشباب. لاعوب يخبل ويسرى ما عندنا بالعراق. هو يسرى ويمنى، ليش الظلمه؟ الله يحفظك. مو احنا نحبك يا عماد. الله يحفظك. يعني الا اجيب ابوه مدرب، ما ادري منو مدرب، هذا فلان شي ذاك فلان شي، والفقير واقع بيه. زين. احنا نخابر لك على كابتن سامر سعيد. شو يسوي سامر سعيد؟ عماد ما حد ياثر عليه. لا جوز سامر ياثر عليه. عماد ما حد ياثر عليه، انا اقول لك. عماد ما حد ياثر عليه. ليش ما حد ياثر؟ لان بوقتها بالاختبارات من خلصوا هذا قال لهم ذول طردتهم اللي طلعهم، يعني شو رجعوا الانديه اللي ما عنده نادي يروح، لو يجي ابويا لا يجيب لي واسطه.
فاني ابني هو لاعب شو يسوي بالواسطه؟ هو فرض نفسه عليهم روب ذنون ونشأتهم كلهم مو هو فرض نفسه عليهم بالساحه والله العظيم وحق هذا الشهر الفضيل فرض نفسه عليهم بالساحه. انا جاي فقير جاي ابوه مدرب لو ما عنده واسطه. احنا حنتصل لك بسامر بلكي الله سامر ياثر عليه بلكي الله هسه حنتصل لك باللاعب سامر سعيد بكت الله ثم اصدقاء يعني مرتين رتنجلط من ورا بيناتهم ونشوف بكت الله هاي سموها مظلوميه انا يعني من داعش من ناحيه مظلوميه يعني ابن انظلم. كابتن السلام عليكم كابتن. هلا حبيبي كابتن انت وياي على الهواء اكو مناشده يم الكابتن عماد محمد اريدك تسمعها واذا تقدر تاثر لنا عليه بيك البركه. شنو مناشدتك حجي نسولف هسه وياك الكابتن سامر سعيد. شلونك كابتن؟ هلا هلا حبيبي. شلون صحتك يا عيوني؟ الله يسلمك الله يسلمك. احنا من محبيك ومحبين الجماعه اللي لعبوا وياك الفريق الكامل. الله يسلمك الله يخليك. اخوك من شارع الكفاح. الشرف بيك حبيبي. حد ولعينك، عندي ابني يلعب بالجويه بشباب الجويه. يا موين 2005. يم جاسم سوادي؟ لا لا يم حياد ازهر وكاظم فليح. ها وجاسم سوادي هم يعرفه الابن يعرف شنو مستواه. تسمعني كابتن؟ اعطي 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 اسمه وخذ رقمي. بس اسمح لي كابتن اسمح لي فدوى اروح لك اسمح لي ولا اخذ من وقتك. راح اختبر يم عماد سبع اختبارات. نعم. ونجح بالسبع الاختبارات. أيه. عزل 15 لاعب على صفحة يتمرنون و15 بالجروب ويا كابتن وليد على اللياقة. قالوا اخذ رقمي اخذ رقمي يا حبيبي انا حجي انا احط لك رقم كابتن سامر سعيد زين تتواصل ويا الكابتن والكابتن ما يقصر تدلل حجي كابتن شكرا لك وما قصرت يا حبيبي. هسه احنا اتصلنا على الكابتن شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الحمد لله زين الله عليك تدل ابوك حكى باسمك اي مناشدتك طبعا اتصلنا لك هسه على كابتن سامر سعيد على راسي حط لكم رقمه هسه ان شاء الله زين تتواصلون وياه وكابتن سامر ما يقصر ان شاء الله بكره يسوي لك حل حبيبي كابتن وتدلل انا اشكرك خدمتكم ممنون خدمتكم حبيبي يحفظك رمضان كريم عليكم مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج اصداء الشارع واحنا بخدمه هاي الناس انا خطاب القصاب وايمن الخالدي ومصطفى العبيد اقول لكم في امان الله.